بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حنسوهيني كتاب كيها الأربعون النبوية، حنستعيني حديثك سغال إيتوانا عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. في رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حديث كان حديث آل مهم كه الله عقيدة قفك مسلم كه ونقط منا يو تيررك. أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عليها: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نبي قذاشي سيان أها مال مالمها كمد أها، فقال وحيقول: يا غلام كريو. الغلام وويل كير ويلو غلام بو أها ابن عباس نبي صلى الله عليه وسلم عليه مركو دمناي سدح تمنصن كري أيوجري وتيؤ دعيه كي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. روايات كلي: اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن، اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين، انت صدن ولغا ورياء، اللهم زده علما وفقها. انت انه ود دعيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه معناه ود دعيه فقه يا علمي يا بركه. ابن مسعود الحلية: هي نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس وترجمان القرآن متك أقوى ناكسن قرآن كفصرة. لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد هدو أنك نسوق قاري لها أما الدأذين أو أهان لها قف قاري كاري لها ملها. ابن مسعود ابن عباس أدب وغوينا. المهم وصحابي جليل ومن المكثرين كمد أهكوا أحاديث تآد وبضية نبينا صلى الله عليه وسلم عليه أحاديث بكورية، لكن وحكبضا أنتو كورية صحابة أوحو فلسنجري الباب ذا صحابة كوا ووين الباب كوضو فلسنجري أسوه السوايو إني صبحان عصركي وعلمي كحنبارون صغو ير أيو نبي صلى الله عليه وسلم عليه حليا غلام إني أعلمك كلمات وحن كبرايا كلمات أريو أيام كبرايا احفظ الله يحفظك أرياس وحوي إلهي حفظي أو إلالي يحفظك ووكو إلال احفظ الله الله حفظي أو إلالي تجده وحاهري تجاهك هرتا ياهري أصلك وحاهد وجاهك ووجب وحلو بدليتا معنوه هرتا ضايا هلي ساوية. إذا سألت عدد وحوي دي سنيسو فاسأل الله اللوي ديسو، وإذا استعنت هذاك الموي دي سنيسو فاستعن بالله اللك الموي ديسو، واعلم وحا أغاتا أن الأمة أمدا لو اجتمعت هذيك ولنته على أن ينفعوك أي كوكولانتو إنيكو أنفعان بشيء شيء كو أنفعان لم ينفعوك كو أنفع مايان
إلا بشيء شيء مياني شيء قد كتبه الله لك أن لأكو قري وإن اجتمعوا هدي كرمان على أن يضروك إني كردبان أو كردباتيان بشيء شيء كردباتيان لم يضروك كردباتين مايان إلا بشيء شيء مياني قد كتبه الله عليك شيء صلى سبحانه وتعالى أكو قري وقدر كيس أي أحد رفعت الأقلام قال ماذا قر أي اللوق هذه وجفت الصحف صحفتي وراقي وحلق قرينا وقللين وقدرتي ونعضي حديث كالترمذي يا صوصاري وحنيري حديث حسن صحيح حديثك وحسن صحيح وي روايتك لو حلال غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك إلهي حفظي هرت ذاهلي تعرف إلى الله في الرخاء الله سبحانه وتعالى حس أو حصوصه أما قرأ الله سبحانه وتعالى في الرخاء وقتك برواقضة يعرفك في الشدة الله سبحانه وتعالى واكو حصوصا واكو أغان في الشدة وقتك الشدة وأضيق الله سبحانه وتعالى ضبها انتهي واعلم واحد أغاتا أن ما أخطأك وحك قفي لم يكن ليصيبك ما أهين وحك هليلة ديارين أيكو قفتو وحك قفي ما أهين وحك هليلة وما أصابك وحك أصيبين أوكو هليلي لم يكن ليخطئك أي أغو إنيسا أهين وحك قفي هر أي أقرن إن الهليسو واعلم واحد أغاتا أن النصر مع الصبر نصر يا جوش يا جرجارك وحكوي ماذا جرجارك مع الصبر صبرك وحكوي ماذا أو صبرك معيسو أهذي وأن الفرج مع الكرب فرشك ما كربة أيو لا أهذي أو هذه كربة أيكوت ماذا فرج بس الصعود أقو وأن مع العسر يسرى وحان أقاتا لبك يا ذيقة وحول الصعود يسر يقول الصعود فضيت بالله الصعود معيس أهذي حديث كان حديث آد وين أو حكمة بضن له أو وحاولكها الله يقفك مؤمنك عقيدتي مسلمك إي إيمانك إي تلصار شدع الله سبحانه وتعالى وتلصار معي إني أعلمك كلمات كلمات أيام كبرى يا إريو احفظ الله يحفظك الله سبحانه وتعالى إلالي ووك إلال الله سبحانه وتعالى وعنو وحوي إلهي هداد إلالي سحدودي سا إي فرائزي سا إي الله سبحانه وتعالى وحيابها ووك أمري أدلت ماضو ملازمة تقواه تقوى ذي سنة أدلازمته اجتناب نهيه 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 سنة الله سبحانه وتعالى وحيابها وكاريبي أكرب تونته إلهي واد حفظي سويه واد إلالي سوي أوامرتي سي نهي سا أذيقنا ووكو إلالين ونفتاضو إلالين إهل كاضو إلالين دين تاضو إلالين مال كاضو إلالين إلهي واكو إلالين وتاس وحوي الله سبحانه وتعالى هدي عد إلالي سأسغنا واكو إلالين وتي الله سبحانه وتعالى القرآن كوكيري فاذكروني أذكركم إحصى وإن حسي إن تنصر الله ينصركم إلهي هداد أقر قرتان وإذن قرقاري وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم بلن كي أوفي كينا يعني أوفين الله سبحانه وتعالى وحد أقبته وحكفي عن أيكو قبا سيحانك وحق الصدا نبي صلى الله عليه وسلم عليه إنه براء بن عازب وحاوى يا أمري هذيك مكات سيحان يسوح ويروح ترضى ربي إن قبضت نفسي فرحمها الله نفتي إذا هداد أفسطه ونحريسه وإن أرسلتها هداد وحاوى يسود ديسو أو دب أسود ديسو فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح وحاد كحف ديسا أو تكو إلى لسا نفتي إذا وحاد كو إلى لسا الدومان لكو صوبان ونكسن وحانو كقاضنين إلهي الدومان ديسا ونكسن إنو إلى ليه أو حفظيه وأيغا يدين تودي أهل كودا وحفظيه الله سبحانه وتعالى حفظيه أدبو غهر لي قرآنك إنو أيغا لجيرو
تجده تجاهك احفظ الله يحفظك الله إلالي وكو إلالي إلهي إلالي وحد هلي هرت هذا هرت هذا هلي محاوي معنو وحاوي وحق استرأت دونيسو اللي سبحانه وتعالى وكفض بالحفظ والإحاطة والتأييد والإعانة إلهي واكو كلمين واكو حوجين وحد دونيسو اللي سبحانه وتعالى وكو يسري وحاو مهم سنو انت سودان كمهم سن إلهي قلبي قادو قبوجين قلبي قادة أي قبوجين طمأنين وقسين وحسلوني أي قسين تاسنا ويقفك مسلم تنؤباهيه إن الله مع المتقين إن الله مع الصابرين ويه إذا سألت أي شيء هذا دوني إن الله سبحانه ويديسته قفك دونها هذا من هذا دوح ويديسنيسه فاسأل الله إلهي ويديسم ووتي ألأ ويري واسألوا الله من فضله إلهي فضل كيسة إلهات كيسة ويديست بنا آذن وحاوي إسكا إلالي بنا آذن أتو سنيسو أو أذيكو ما أنتو إلهم ويديست أسكا وحاوي فقير أذيكو إلهي ترساره إلهي با وحاوي وح كسين إلهي ويديسو أصوك عهبينك ويديسو وحدونيسو وكفضا وحاليري الفقر بعينه هو سؤال غير الله فقري ربط أو حوي إن الله غير كيس ما تقولن وحوي دي سته هدي أد الله غير كيس سكحرته أوقفك بين آذن كأم أد سكحرته أصغ أم أد ترى صارته كاس فقري ربط كاسوي وعلى خزائن تسوى بوحان وقتكتي بين آذن أياد وحوري ستي الله سبحانه وتعالى عليه وفي السماء رزقكم وما توعدون رزقين حق السمضة يو أهذا يوحى الذي يوها يو وحى صورا حق الله سبحانه وتعالى أي أهذا وأنا وحاوي حديثك وحاوي أذكرنا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها نف لمن ما يسا إلا رزقين أي لم يسترته يوحى الله سبحانه وتعالى كو قري إلا لم يسترته وأدب وقالته لمن ما يسا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإذا استعنت هذه آد كلمة ودي سنة سنة فاستعن بالله لله سبحانه وتعالى كلمة ودي سنة إلهي سبحانه وتعالى إياك كفلا إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء واعلم أن الأمة وحد أغاتا أمة أغرن ددك بنا آذنك دد يوغ أغرن هدي كلمان على أن ينفعوك بشيء إنك أنفعان شيء تذكر الدونك هذي كلمان قرناها مذوبي ضمان إيرادان أنغو رير فلان أما هبل أيام وحكو أنفعنا وحد أغلتا والنبي صلى الله عليه وسلم عليه كليه كوما أنفع كران وح أما شيء إلا الله سبحانه وتعالى وحقوق رموية عجيب صلى الله تذكرنا هذي سوطة كان إن الشيء كو أنفعان كوما أنفع كان إلا الله حقوق رم هذا صوت كان لما أنتظرنا إن وحوي دب دباتك كجارسيان كجارسين كريمايان إلا شيء الله سبحانه وتعالى حقوق رم أنت قفك فهمة أدونك والبين هذا الله وضع أريك لي أدفانت إني أعلمك كلمات صومة أريوي أري هذا الله وضع كلية أدفانت أنت أدونك والبانيسا تذكر أنه وحبك تري كريم لما أنتظر أنه وحبك أنفع كريم الله سبحانه وتعالى كلي وحبك دوني مو يعني وحك لأنك أنفع كريم هذا فهمته وحك استوى فهمت قال حلي وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء الله سبحانه وتعالى هدو لبك تابسيه لبك أحكافي ذكر مالها لمو يعني هدو خير كل دوننا فلا راد لفضله فضله سيدياتك الله سبحانه وتعالى قف علين كرمله هدو هدو الله سبحانه وتعالى وح كل دونه قف كعلين كرمله هدو دب كوي ماذنا وحبها مرسيون دب كوي دعاي وحلاقي يا دب كسنا الأسوق أنت قصا وحلاقي ده هاي بريهن إل بقى هاي سموته يا إل إيو سحر إيو جن بقى ودعاي إيو سانوي وحصل لهم مرسي أو مكون مرسي ناس إيمانك وحربا إنه قوي نخو وقاد أغاتو لبكك ودعي إلى حق السكي ماذي
مصيبة يقول إيه لعضي قدر الله ما شاء فعل إلهي ما كان في ذلك قف كلي قف كلي معها. طيب أنت صلنا لك محرر أو لو بهاي قف كإنه أسباب تقاط أسباب تلو بهاي هذا إسكفر إذا وحكو إيمان كريمايا حديث كالوحو أها قف كإنه رزقيا وضربه وهذه الأهالة لنكو الله سبحانه وتعالى ترى صارنا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لكن شمبرتم حسن ميسا تغضو حماسا وترودوا وتعودوا بطانا وحكا هذا أيضا قاجسا وحسون وطا أيضا سن. لكن إسكا مفر لذكيك صبح إذا كالهضاء انت لنصوتعين قلب كينا عصر قابك وحاوي عرضا معنوه محاوي دذلك سأذين الياقباهية أسباب تتاسوي. رفعت الأقلام وجفت الصحف أقلام تكر أي الله قاضي أو وحكى له القرى ملها صحفتين وحاوي وإنجين أو مكي وحلو قرى أي قوينيهين لكن قدر كهرو دعيويه إلهي وحكى استوى قدرين. روايتك لي احفظ الله تجده أمامك هرت ذهي ليس وحدون تؤلك السينية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك يعرفك في الشدة واختيار برواقضة إلهي أبو أو إلهي قراء أو ذكري سكود دال أو داعي سكود دال واختيار الشدة أها أو ربك أتكسك أنتهي إلهي سبحانه وتعالى السجن واكو أغان أكاد أصو عررتك ليه أيضا نواوح أرين وناك سموي هذا أصو عررتك واختيار ربك أوكو هايستك ليه ووح وناكسن لكن وحكسي في عن واختيار وناكسن وبرواقض أتكجدتم إلهي حسسنا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وصول شيئني واعلم وحد أغاته أن النصر مع الصبر قرقارك وحكومة صبرك ويسر الصعبان مركز تأت صبرته إلهي وكو قرقاري وأن الفرج مع الكرب كربضة يبقى تضع مركز تؤيك وهيستنا فرج باك دنبايا محالي ري حرق هدي آد لو لوجيو محادة عمركة قدنبايسة وكالضاء قرح ذمك آد وكلاته محاك دنبايا ربا كدنبايا يبرواقو مركة مركز تؤي حالة آد كوكو أدكاتو وحاد أغاتا فرجك إنو لويا وأن مع العسر يسرى عسر يبكى يأضيقنا يسرى باك دنبايا والله سبحانه وتعالى قرآن محوك يري إن مع العسر يسرى ثم إن مع العسر يسرى لبا عسر لبا يسرى يسرى وحوي ونكرة نكرة ذمك الله بيكار ديسا عسرى الوي والتعريف وهل مرك اللبا هل بيك قول سنسا مك عسرى يبك وهل يسرى إنه إله سبحانه وتعالى وابدي وحالك قال وحق قال لنا إن فضيت كمركزتو وكبدين يهي أذيغا أذيغا ستوكو هايستو ليبكا ستوكو هايستو يسري أيا كدن بينايو كاسنا أيا فضينايو. ها طيب حديثك لباتنات عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحيري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن مما أدرك الناس ضدك وحي حلالين وحكمد أه من كلام النبوة الأولى أنبياء أما كلامك نبياء أو هري كلامك أنبياء هري وحي ضدك كسو قارين ها هو كان بكسو قارين إذا لم تستحي هدادا حشون إذا لم تستحي هدادا حشونين فاصنع وحد سميسا ما شئت وحاطنته انبياء ظهر وحا لا سو غار كلام النبوه نبي نمده هذلك نبي نمده يا انبياء هذلكوده وحا لا سو غار هي اذا لم تستحي هذا الحشون فاصنع السماء ما شئت وحاطنته. حديث البخاري يا ولي حديثك وحكها الله يا حشوتك كها الله يا هذه اللي قلنا هذا كأنبياء هو إلا جسوا قاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة تدكو وحي كسوا قاري من كلام النبوة الأولى نبي ذا ما أنبياء هذا الكوذي هوري محي كسوا قاري هذا كان بكسوا قاري
يعني شرائع ذي هروطاً أنبياء ذي لقصوا بلو آدم نوح يضمان محال لقصوا قاري حشوت كان لقصوا قاري ونبي قحي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هادي آدم حشونين واحد انتو سمي واحد انتو سمي محال قواض ملغوفة صحي مير معنوه وحوي ماشي ودن بيس آيات قارتي بنا آدم كو بنا آدم لماذا إيو حشوتك وإسليه قفكو هادو حشوتك كتغو حيوان كبيرة قفكو هادو حشوتك كتغو بنا آدم لماذا كقد بياء حق وحو أسرع دعايا وحيوان لماذا وحو أسرع دعايا حشوتك الحياء من الإيمان إيمان كأيو كأهاضي نبي قحوي الحياء خير كله حشوتك دمانتي سوى خير الحياء لا يأتي إلا بخير حشوتك خير أمبولي ماذا كان أشد حياء النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبضة بكرضاء وقري إذا كجرت حديث صحيحة صحيحة كسوغا نبي قواك حشوت بنا حشوتك قفك إنو حشوت هذا الكمركو هذا الله يو. مركو دك لك لنق مايو مركو وحيابها كالكوكا عايو وحكا استقات سمينيسو وروحا دينتو محايكا قبطا ما انت حشوت كوات تغي محانا هاي لن يرضي مسلمين وحي ما انت كودا يانا يان قلبين دك تغي دين إيه أخلاق إيه رقم أو حيوان كي ما انت يعيه وحفرق أنا نقول لحين أو نين أتغايو oo naag naag u tageyso kuwaas ayaa maanta ku daba dayanayna marka xishoodka anagana waan ka tageyna gabar baa heesayso ayadoo qaawan markaas kuwa badan u sacbinayaan horumar bay u moodaan iyo ilbaxnimo raadigu eeg aniga qof isoo qaawiyey ba ayaa horumar loo qaadanaya qofka bini aadanka ah waxaa loo baahan yahay in diintiisa uu raaco ambiyada دين تكريه مع النبي محمد وقت جيسا شرائع ضغطا أنبياء ضغطا وحال إسكراعي هدادا حشونين فصنع ما شئت وحال دونيس الصمي معنو ماشي أودن بيس أيات تاقا انتحي حشوت كنا إيمانك كأها تذكر مكو حلو باهي أهل الحلقة والعقد ملك استئي جوغان وحيابها حمانتا إيا حشوت وحاوذك اللي قدتك سينا أيوه يا الله تعالى الله ما يحشوتك يا أخلاق الناس إن لجهر تقوي وذاك الدين تظل الله إلية لقق نظنا لا إلية على إيل البعية فصنع ما شئت وحاطون تصمي مش قدم بسيا لجودا أي قفك مسلم كوقف وقف حشاده حديثك كوي لواتناد عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قالوا حجري قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا رسول الله قل لي وحا اعتراضا في الإسلام إسلام كدحيس قولا أري إله لا أسأل عنه أحدا غيرك أنا نويدين عنه أري غاس أد إيش يكتي أحد كلو غيرك أدي غيرك قف كلو يدين مايو هل أري إله نبي الله قف كلو يدين مايو معنى إيواني ويه هذا الإله أن قفك الغنقن نبي يقول حكير قلوا حتر هذا آمنت بالله إلهي بان رميي ثم دبضت استقم توصنو قلوا حتر هذا آمنت بالله اللي سبحانه وتعالى رميي ثم كذب استقم توصنو حديث كان حديث ككوي لواتنا استقام ذوكه الله توصنات أبي عمر أي وحوي لقورنا يا أبي عمر نوالي لذا سفيان ابن عبد الله الثقفي الحمد لله من أهل الطائف رير طائف وعمرنا رضي الله عنهم وأشقين جرين مسلم بحديث كورية ترمذية نسائي نسيدك لي ابن ماجه وحولي قل لي في الإسلام شيئا يعني دينة إسلامك هي شرائع ليس أيوة حاوح إيغا شك أن ويدين قفك له معنى أن إيباهين إن قفك له أن ويديه نبي وحوكو يري وحات تراغا هذا القوبة لكن أمعاني آد وين حباس إلهي رمي
آمنت بالله ده الله وان كرمين ثم كذب استقم توصنو الله سبحانه لا بجب لويه لكن جبلون كسبح كصوب حين قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام كويري ربنا وألا كذبنا توصنا هذه آمنوا به ووحدوا مع شهود ألوهيته وتربيته لهم إلهي سبحانه وتعالى يرميين ثم استقاموا دين تأي قطوصنا ذين أمر كألنا وراعين نهي كألنا سبحانه وتعالى وحكرب وكربتهم آه. ابن عباس حليه استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي قطوصنا ذين استقاموا حوي على التوحيد الكامل توحيد قفك أو كامل كأه إنه وحوي قفك أو قطوصنا ذين نبي صلوات ربي والسلام عليه واتي لويدي نبي محاد عي او وحاوي عرضه محيك هو سدك دكتي نبي وحيري شيبتني هود واخواتها واخواتها هود يورا لهد ايا عرضا اقصد صاري وسورة هود سورة هود بحاك جره حوي قل آمنت بالله ثم استقم وحاوي إله سبحانه وتعالى الرمي ثم كتبنا وحاوي استقم توصنو والنبي السوق وحلوي فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت توصنو صدر الله أمري ابن عباس سحوليه النبي الصلوات ربي والسلام عليه آية أغدرا كمسو دقين ما نزلت ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية يعني آية قدر من مرة إن لو يراد رسول الله ها فاستقم كما أمرت توصنو سيد الله أمري نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحليلي حديث سيدك سيوتي آية الشيغي سنة كيسة إن كستولو بهم نبي مركة آياتها سكسو تغيين كذب نبي وحاوي شمر وسلم عليه وسلم فما رؤية ضاحكا مركة كذب أسوه قصلا يقصر بضن قصلا لما أركن صلوات ربي وسلامه عليه توصنانت وقفك إنه قطوصناظ كتابك الله سبحانه وتعالى وحي آد أودان إلا لاتما دان فاستقم كما أمرت وحاويه فاتقوا الله ما استطعتم تقوضوا وحاد أوده إن الله سبحانه وتعالى إن ذلك عبسته والله سبحانه وتعالى أتكبقته إله سبحانه وتعالى وحوك أمرينا آلات ماذا استقامته مكوا درجة القصوى درجة أغسر يويه وانا صفاء القلوب في الأعمال أعمال شمك الله إيمانيسه قلبي هذا إنه أهذا قلبي وناسم أو صافئة إنه أهذا ويه طيب حديثك أبي عبد الله حديثك لبي لواتناد أبي عبد الله أورنا حديثك جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لين أي رسولك صلى الله عليه وسلم عليه ويدي فقال لي أرأيت إذا صليت المكتوبات كورم هدان تكذو صلاةها فرضك صمت رمضان رمضان كان أن صومه وأحللت الحلال حلاشنا أن حلاليه وحلال إن قطه حلاش أن قطه وحرمت الحرام وحي حاران أن اسكحرمه ولم أزد على ذلك شيئا أن وحبو أرنكا كردين ولم أزد أن كردين على ذلك إنتاسي شيئا شيئا كردين أدخل الجنة جنة ميانو قلايا جنة أنه مقلايا قال النبي حكير نعمها رواه مسلم مسلم أيا وريه ومعنى حرمت الحرام أي الليه مصنفكم حرمت أيام حرمي وحكوضا اجتنبته هدان كديراضوي هدان كديراضو ومعنى أحللت الحلال وحكوضا فعلته معتقدا حله هدان سميه أنيق أخسون أو يقينسا إني حلال تحي والله أعلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنهما من آياء يمين بويري
ويمد رسولك صلوات ربي والسلام عليه منك وحال لغوما قعبا النعمان ابن قوقل. النعمان ابن قوقل نبي أي ويمد وحو كير نبي صلوات ربي والسلام عليه كور النبي الله هذا صلاة التكة وأن صوم ووحي حلالة أن لا إماده حلاشي أن لا إماده حرانتون أن كدير لكن أنت وحد إيسان إيه وهرين سنة مجرد ولا سنة صلاة ولا سنة صونة ولا صدقة إلهي وحي أمر بلا إيمان وحي حلالنا ولا إيمان حرام وطن وإسكا إلالي جنة بقيلة يا هابا جنة هاي وقليسة معنو ما حيث هاي معنو وحاولي هدى انت الله تماط لكن يا الله إيمان كروي ومرنا أن حرام كل عين مرنا أن دم بكل عين حلاش وحاولي لا إيمان هاي صلاة دي سنة ساعة هاي أنتو كان أيو سنة كي سنة كاملة صلاة دي سنة كاملة يا كاسم يا الهلكة هدي لكن أصدى قفك الله يماضه أصدى كاملة دخل الجنة قفك الجنة وقلايا جنة قفك وقلايا. طيب موسى الشيخين حجك إيزا كذا وذو الحي لذا لعدم فرضهما إذ ذاك إن مركا الله فرض يلين بالغي باب الله بلاسي أما وحي لذين إنو سن أهم بنين حول الله أو زكذو إيه كواجبتو أما حجك أو كواجب وذكو بغنا هدو حلغي بقفكو هدو حوله سن زكذو واجبكو معه سيدو كلا حجك نواجبكو معه مركا محا واجب صلاة إيو إيو صنك أهل. طيب تطوع لكن قفك إنو ليما ذو السنويك محاي وحاوي كعاوين عيان قفك إنو ليما ذو السنها صلاة بهذه قطع حوغا قابس إيو حو كجر سنها يكوب حين عيان صون كان سيدو كلا صدقاتنا صدقاتنا سيدو كلا مكا إنتا قفك ليما ذو أو فروض أو وحي الله سبحانه وتعالى كفر دي لي كنا فرا عذيقه أو حلاشنا وحاوي قوت تحارانتنا إسكي إلى ذير جنة أيو قلايا جنة أيو قلايا. حديث كسدح إيا لواتنا عن نبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال ربيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فهارضوا وإيمان كنسكي إيمان كنسكي ويه والحمد لله الحمد لله أريقى الحمد لله تملأ الميزان ميزان كأيوب عشاء وسبحان الله والحمد لله تملأني ويبوحيان لوضاسي سبحان الله لئن حمان الأن لغهفه أو لغنزه يحمد والحمد لله ما هضرنا الله سبحانه وتعالى إن لوصغه تملأني لوضا ويبوحيان أو أمس تملأ ويبوحيان ما بين السماوات والأرض سماواتك يقولك أنت أدحي سيبوحيان والصلاة نور صلاة نوى نور والصدقة برهان صدقة نوى برهان وحج والصبر صبر كان وضياء وإفتين والقرآن قرآن كنا حجة لك أو عليك حجوية أذيقو كو أهانا يا حجو أو عليك ما كركاضو كو أهانا يا وحجو كو أهانا يوم القيامة وكو دوذي أما ووكو مرقاتي فري كل الناس يغدو دتكورن ويكالهايا فبائع النفس بالنفتي سئيبيه فمعتقها أو موبقها فبائع النفس قفك نفتي سئيبنا يا هي فمعتقها مد حرايه أو موبقها مد هلاقه من نفتي سوى حرينا يا أو حك حرينا يا حمان تغضن أو يو خير كحق سوء حرينا يا وأو موبقها مد كالنا وهلاقه يا رواه مسلم مسلم باوري
أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري وري حديثك مقعي السوحة لسكو خلافي إلا طبعاً مقع عامر والي هذا ابن عاصم بالي هذا إي أقوال كالوفر بضن الطهور بضم الطاء الطهور وطهارة الطهور هذه اللي يرادنا ووحل الله طهر نقول يوحل ويسد أما وحل الله استعمال طهارة لكن بالضم أي على قوضايه الطهور شطر الإيمان طهارة وإيمان كنسكي طهارة واته ما ويسد مسوى أعم ويسد ويكوينته دهارة ضن شطر الإيمان إيمان كنسكوي علماء القارو وحي إلى ذين الإيمان هنا وحلق وضع الصلاوي إيمانك وحلق وضع وصلاة أو وحي ليهن الطهور وويسد أو ويسد وشطر الإيمان أو صلاة ويسد صلاة نسكوي وهذا ويسق بنا صلاة لا أقبل معه صلاة لا أقبل معه تفسيرك كلا كحض بضنه كعامسا أو إيمان كنسكيس وطهارة هذا دهارة قبن أو أن ظاهر عبادات كورن لما إيمان كتب بضنكم هذا إستاهر ما كدهارة إيمان كميل ونقسم بأجرته مال وحيوي تعاد أسريسه قفك إنه استاهريه أو طهارضنا وكد ذاله أيال قاذنا يا طيب والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله وحيب بوحسا ميزانك أيب بوحنيسا ميزانك ننتو لأجهي وحاسو أروري أحاديث فربضل الميزانك وكوين يهي السماواتك يا قولك يا أنت أولس قدرين ميزانك يا كوين مك الحمد لله تملأ الميزان ميزانك يبوحين يساوي وميزانك يبوحين يساوي ميزانك يوم القيامة هذه اللقاها للصفحات كذا الحمد لله أوفر ربضا معنو وحوي ميزان كذا ووحوي وكعلس يهي وانا عصلان أيام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله لبلاصنا تملأان ما بين أو تملأ ما بين السماوات والأرض وحيب وحشان أنت أود حيسة سماواتك إي أرض أنت أود حيسة أيب وحشان لبلا أرينا ولبا أري أو خفيفة لكن أدعو لص أوقفك وحوي إيمانك إيمانك يس حمدك الله سبحانه وتعالى أيك حرية وقليل من عبادي الشكور إن يربى الله سبحانه وتعالى أمها النقضة كشكر ذا إلهي إن الحمانت كهفت وتسبيح ذا إلهي إن أمها النقضة وحمدك تملأ ما بين السماوات والأرض أنت أولا حسيب حنسة وأجر أهوي تملأ الميزان ميزان كيب حنسة يعني أجرك أدهليسه أي ميزانك لعصلانا يا الثواب وثوابك ثواب التلفظ بها إن تكعل عليسه الحمد لله يا سبحان الله يوحى الله الماله سبحان الله وبحمده انت صرنا عليس بكوه ليسا مؤمن كان عليسك وأنفع يوم القيامة أما كافرك عليسك أنفع مايو وقال لي سبحانه وتعالى وحليه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي وح قدره ومساجرين كواسي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تتكو حلوك رسالي وميزان كاسوي برك ميزان كاسي الله سبحانه وتعالى وتتكو رسالي هدي أذيق وكوبوح وحبو حنين وحوين سنأهين أيتهي سبحان الله والحمد لله إنا إلهي حمان كهفتو إلهي أدؤما هذا النقل تاس أيا وحاوي لبان
لبانت نقنيس. طيب والحمد لله تملأ وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور صلاة ونور وي وقفك نور أي أتح أو محو افتي من إساء نور كيوم القيامة أي أهانك أتح ويسدو وإفتين يوم القيامة ذلك ويسنا ويسستو يأتون يوم القيامة غرا محجلين أي حنوه أي إفايان وجهه وإفا أي إيمان يوم القيامة. صلاة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم نور قضاء يا هرس على يوم القيامة صلاة وي. والصدقة برهان صدقة وصدقة برهان وعين حج وحج ينور يفتين وي. والصبر مك صدقة محي برهان أتهي حي برهان أتهي قفك مركو اللبحا يو وضدك كلا عاونا يو حلقا سي أودا سكهلا يوي والصبر ضياء صبر كان وافتين مجدي هدات كجرتو لبات هدات كجرتو صبر كوحب ضنبوكو افتيمينيا نصر غنا صبر بات كهليسا قرقار كاس وحقو إمانايا مركات صبرتو قرآن كو أسغو وحجة لك أو عليك هدات أخرسو وادكو عمل فشو تلاوذي سأد بضيسو حجة كون قنا يوم القيامة حليكا يا نار تلغوري سيدا أنا أشفع قادة يو بقرأي آل عمران وإيمانا أيو أيو أشفع قادة يقفك مسلم كو أخي نجري أو حجة عليك أما وحليها قرآن كو حليك وطوري يقو ما عمل فلجرين ما يأخر نجرين وحاو يأسيقو أق وحيابها قرآن كو كنهينا يو أيو كل عجري والسمين جري حجة عليك أيو نقرايا. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ذكر الله كلها يعني أو قفك الصباح ونفتي سأيو إيبنايا حق الله فمعتقها مد حرية أو وحاوي خيرك أو حرية حقي أو موبقها مد هلاقة انت سأي وحاوي ذكو أي أكل قيب سمايا. حديث كامك وحديث من جوامع الخير خيرك لكل مي إليه خيرك أو لكل مي أي جوامع سيحرم وحكها الله الطهور شطر الإيمان معناها هو سأن قاضنا أو إن ويسدوا الصلاة نسكة تهي أو إيمان كان وحاوي ويسد اللغفص الصلاة اللغفص سرين أو وحقات قول قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إلهي ما أهان مثل يعه إيمان كنا أي صلاتكم إلى بيت المقدس صلاة دينا أتو كنيسا إلى بيت المقدس بلا قوضا. طيب تاسمك هو دهارة دي بلغة هالي وقفك هاتوسا دهارة ده حقا كد دالين أو سولي مركو قلاي إصداهرين أو سوى ناسا نسكو داهرين ويسيدة مركو ويسي سنة يوان إيجين حبنها ورقايا إيمالها ورقايا حتى قفك سي وحاوي صلاة دي سالأقبالي مايو ويل للعقاب من النار نبي وحوير وحوكبا وصغا عربه عربها سو من النار حق نار نار تكمل أهالي وعربها أبو هريرة قرمو أركي وحو أركي كو أيو ويسي سنة أو كتغ أيو ما لو حاوي عربه ضاء أي سندقين إنو بيها كلية ما لقار مرناه مركب قفكم ملكو ويسي سنة أيو إنو حاوي كاملة لو بهاي دمان حبنها حديك لتهارة وحاوي حقا سيكسو نسقاميسا وصلاة دي سوحي نقول إذا صلاة هافين قن السام بسلاط أنجرين بلغ أقبل ماي الحمد لله إن أنت صار أنت صار شغلي إن هالصيام كسكوبنا وصلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.